هاي حلوين، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة برضو فيديو من سلسلة فيديوهات رمضان كده، والحاجات الرمضانية حلوة قوي. عملت فيه كده 4 مشروبات مختلفين، بحيث ان احنا كل يوم نغير ونجدد وتبقى حاجة طعم مختلف. وفي حاجات حاولت ان انا ازود شوية قيمتها الغذائية كمان عشان تكون افيد لينا، ولو في اطفال هيشربوا معانا. ده قمر الدين بنفس الطريقة بتاعتنا كده الكيوتة دي، بس لان ده المشروب الرسمي بالنسبة لي لرمضان، هو والفيمتو. ف ده كده اساسيات رمضان يعني. وعملت بلح باللبن وحطيت له بندق محمص، مش قادرة اقول لكم بياخد الطعم لحتة تانية خالص مختلفة. هيعجبكم جدا يعني، انا متأكدة ان ده هيعجبكم جدا. وعملت طبعا المشروب برضو الصوبيا، وعملت الصوبيا مانجو. الصوبيا مانجو كده فريش قوي، طعمها مختلف، نقلة تانية. وقلت لكم كمان افكار كتير قوي ان احنا نقدر نضيفه، كمان افكار نقدر نضيفها تاني للصوبيا، نعمل فليفرز كل مرة مشروب جديد ومختلف. لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نبدأ الفيديو. شوفوا عملتهم ازاي. اول مشروب هعمله معاكم، عايزه اقول لكم لذيذ جدا جدا جدا. شفتوني عملته في فيديو قبل كده ورجع تاني بعمله، حلو قوي وطعمه حلو، وفي نفس الوقت مش بحط له سكر من بره او اي حاجه. انا طبعا هعمل بس كميه صغنونه دلوقتي، فانا حاطه هنا 250 مللي لبن. انا بستخدم اي لبن خالي الدسم بس عشان يكون دايت شويه. هحط بقى ده بلح اسمه رطب، بيبقى طري كده شوية. ثانية احنا بس طري كده وشايلة منه النوى. هحط بقى على حسب البلح، هو اللي بيدي الحلاوة لللبن، فطبعا بنحط الكمية اللي احنا عايزينها. ولو لقيناه مسكر قوي ممكن احنا يعني نزود له شوية لبن. المكون بقى السحري اللي فرق في الطعم جدا ده بندق محمص، فهحط برضو شوية من البندق. وانا ببقى حابة ان طعم البندق يبقى يعني ظاهر كده وواضح فيه. بس اللي عايز يحط سكر يحط، اللي عايز يحط سكر دايت كمان يحط، بس هو البلح الرطب ده مسكر جدا، فانا ما بحطلوش اي حاجة. هضربه بس وهرجع لكم بقى تشوفوا كده قوامه شكله ايه. ضربته كويس قوي علشان كمان اتاكد ان البندق اتضرب. انا عايزه بس اوريكم لو حد حابب يصفيه اوكي، بس انا بصراحه مش بصفيه عشان اخد كده كل الفوائد، ولو حتى لسه في اجزاء او حاجه عادي يعني. شايفين؟ ده القوام اللي انا بحبه ليه. عايزين تضيفوا سكر اوكي، عايزين تضيفوا له بلح تاني اكتر بحيث انه يبقى مسكر اكتر اوكي، لكن ده كده بالنسبة لي مظبوط. وتكون طعم البندق هو اللي واضح شوية فيه عن البلح، يعني بنحس كده تيست البندق المحمص ده حاجة بتنقله حتة تانية خالص عن البلح باللبن العادي، او البلح باللبن اللي بنحط له دبس تمر، ده حاجة خطيرة. تاني حاجة بقى هي الصوبيا. الصوبيا عايزة اقول لكم انا فضلت اجرب فيها اجرب لغاية ما وصلت لاحسن صوبيا تقريبا بودر بتتباع، وتركات بقى عليها. ده احسن نوع صوبيا اسمه عمان. انا كنت بجيب العلب الكبيرة خالص، وبعدين كانت يعني بشتغل بيها شوية، وبعدين الباقي بحس ان هو بيبوظ، فحسيت ان الكيس دي احلى. هو الكيس ده تقريبا للتر، الكيس ده لللتر، فاحنا ممكن نعمله بقى كله نقسمه على مرتين ويخلص كده ويبقى ظريف. وكمان لقيت كتير قوي بيشكروا في صوبية ابو عوف فجبتها، بس دي لسه ما جربتهاش، يعني هجربها كده في رمضان وهقول لكم برده ايه الحلو بتاعها. انا لو بعمل الصوبيا لايت فمش هحط كريمه، لكن انا في الطبيعي لو عندي عزومه بحط كريم ويبنج كريم كده
شوية بينقلوها في حتة تانية خالص. بس انا برضو لقيت الاضافة اللي بتبقى حلوة قوي معاها لو احنا عملناها بالكوكونات ميلك، في النوع ده، وفي كمان جهينة نزلت النوع ده، ده من جهينة وموجود في السوبر ماركت عادي. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هبدأ بس احط يعني نص لبن، يعني سواء انا هعمل مثلا لتر هعمل نص لتر، فحط نص الكمية لبن جوز الهند ونصها التاني لبن عادي. طبعا انا ببقى مسقعة اللبن من الاول علشان اما اعملها يبقى المشروب على طول ساقع كده وحلو. فهحط هنا ربع لتر مثلا لبن. الصوبيا بيبقى برضو فيها نسبة سكر، فهنخلي بالنا عشان واحنا بنحط ما نزودش قوي سكر، يعني نعمل وناخد زي ما احنا عايزين. بصوا هتلاقوا بقى اللبن بتاع جوز الهند تقيل كده زي الكريمة، فعشان كده انا مش هحط كريمة. بس انا كده حطيت نص الكمية لبن عادي ونص الكمية لبن جوز هند، وهحط نص الباكو ده عشان انا حاطه نص كيلو بس تقريبا كده. اوكي هضرب بقى ده كده في الاول، وبعدين هوريكم لو احنا عايزين نعمل كمان نكهات من الصوبيا ازاي ان احنا نعملها نكهة. بس ده البيزك كده في الاول. ممكن نحط كمان ويبنج كريم لو احنا عايزينها كده يعني كريمي اكتر وناعمه وحاجه تحفه يعني. بس طبعا لو احنا دايت او مشروب يومي يستحسن احنا نحط شويه ويبنج كريم ونخليها اخف. حاجه في الصوبيا شايفين الرغوه دي، يعني انا لغايه هنا لبن وده كله بابلز كده، دي مهمه جدا يعني. دي بقى الصوبيا كده الحلوه يعني. طيب لو انا عايزه اعمل بقى صوبيا اللي هي بالمانجا اللي نازله جديد، او اعملها يعني باي طعم تاني، حتى لو احنا عايزين نعملها لوتس مثلا او نوتيلا او اي حاجه، فانا هنا عندي مانجا، دي كانت مانجا في الفريزر عندي، فهاخد بس كده حته جوه. مش قادره اقول لكم تحفه. طبعا اي حاجه من دي عايزين احنا نزود او ننقص نتقلها نخففها كل ده بايدينا. عايزين نحط سكر دايت، نحط عسل، شايفين الرغوه كده حاجه تجنن. نقدر قلت لكم ان احنا نعمل البيزك ونحط عليه اي نكهه تانية احنا حابينها. نعمل قمر الدين، انا اول حاجه بجيبه وبقطعه حتت صغيره كده يعني شايفين بالشكل ده، وبحط له شويه ميه سخنه بتغلي، يعني حوالي كوبايه ميه او نص كوبايه ميه على حسب الحبه اللي احنا هنعملهم، وبولع عليه وبسيبه يغلي. يعني شايفين الميه بالنسبه له قد ايه مش كتير. بس دي اسرع طريقه علشان على طول اعمله، بقطعه صغير خالص كده وبحطه في ميه سخنه وبشغل النار عليه، وبس بوطيها وبوقفه جنبه بفضل اقلب فيه لغايه اما يتحول ان هو تقيل كده زي البيوريه او البودنج، حاجه تقيله كده. فهولع عليه دلوقتي وهنكمل المشروبات مع بعض. قمر الدين خلاص بقى غليته وبقى عامل زي البيوريه كده، اديته ضربه واحده. هبدا احط له دلوقتي ميه على حسب انا حاطه قد ايه، ده تقريبا ربع لتر، فانا هحط عليه شويه ميه كده ساقعين. برضو في ناس بتحبه تقيل، ناس بتحبه خفيف، براحته. وانا بحلي بستيفيا، فهحط مثلا 10 نقط. وفي كمان ستيفيا اللي هو اللي زي السكر بالظبط، هيبقى احسن في العصاير. بس هضربه بقى عشان صوت الخلاط وارجع لكم. خلاص بقى ضربته. طبعا القوام اللي عايز يتقله عن كده اوكي، اللي عايزه يعمله اخف من كده برضو اوكي،
انا بحبه خفيف شوية، بس شايفين لونه حلو ازاي وقوامه ما هوش خفيف قوي ولا تقيل، يعني بيتشرب كده حاجة فظيعة. مع المشاريب الحلوة دي الفيمتو ده موجود في كل السوبر ماركت وفي كل حتة، هو مركز، فاحنا بس مجرد ان احنا بنحط 100 ملي منه على 500 ملي من المية الساقعة جدا، هو سكره منه فيه وكل حاجة، مش بيحتاج اي حاجة تانية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد على خير، باي باي.